اللبنانيون يحتاجون إلى خارطة طريق. إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت، أهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع رشا الخطيب. مساء الخير منير، مساء الخير في عناوين المسائية. العدوان الإسرائيلي مستمر على غزة، والمحصلة 1405 شهداء، وآموس تؤكد أن أكثر من 80% من سكان القطاع لا تصلهم مساعدات. للأسف موضوع السلسلة بعد لهاللحظة عم يتناقش فيه. سلسلة الرتب والرواتب محور متابعة واجتماعات بين القوى والهيئات المعنية. انحلت، والإثبات على ذلك هو بيان اللي طلع اليوم من وزارة المالية. المؤسسة العامة للإسكان تطمئن إلى استمرار عملها وتؤكد وقوفها إلى جانب أصحاب الدخل المحدود والمتوسط. مساء الخير. انتهى العيد وعادت السلسلة من جديد. المعلومات المتوفرة لتلفزيون مستقبل تحدثت عن بوادر إيجابية وعن استمرار الاجتماعات والاتصالات لمناقشة الأفكار والاقتراحات المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب. هذا المناخ دفع بوزير التربية إلى التأكيد أن قوى 14 من آذار والرئيس فؤاد السنيورة ملتزمون بإقرار السلسلة. كما نقل عن الرئيس نبيه بري أن أي جلسة تشريعية تمر حكما بإقرار السلسلة. في هذا الوقت لقيت مبادرة إعلام المستقبل المتعلقة بالموصل ترحيبا من مختلف وسائل الإعلام واستعدادا للمشاركة في تقديم الاقتراحات والأفكار، لا سيما الدفاع عن حرية جميع المعتقدات. أما في غزة فقد شارفت المذبحة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني على حصد أكثر من 10,000 بين شهيد وجريح في أقل من شهر. ميدانيا لم تسترح آلة القتل الإسرائيلي التي جددت استهداف مدارس الأونروا لترتفع محصلة الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة قبل 25 يوما إلى أكثر من 1405 شهداء وعدد الجرحى إلى نحو 8,000. المزيد من التدمير والتخريب صنعته إسرائيل اليوم على قطاع غزة، قصف ودمار وركام وزعه الاحتلال على مناطق القطاع كلها وأمعن في قتله بعناية واحتراف. هنا في غزة استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين الآمنين في خان يونس ورفح وبيت حنون وجباليا ومناطق الوسطى، وحيث استهداف قناة الأقصى وعدد من المساجد والكنائس. حسب الله من رياضك شمال كنا رياض عدد. مشهد آخر حيث هذا الرضيع ضمن بنك الأهداف الإسرائيلي، أمه أبت أن تزعج حتى بعد استشهاده فلامسته بقبلة كآخر لقاء يجمعهما. هنا غزة حيث الحديث عن مبادرات إنسانية من طرف واحد، فتباغتك حزمة من الصواريخ لتستهدفك في سوق أو عند محل شراء حاجيات منزلك. هنا غزة حيث سقوط الشهداء والجرحى ل25 يوما ضمن حملة إبادة جماعية دون تحريك العالم لأي ساكن، وفيما يتحرك العالم بخفر بناء على طلب الرئيس الفلسطيني بإعلان غزة منطقة منكوبة، سمحت الولايات المتحدة لإسرائيل بالحصول على ذخائر من مخزون محلي للأسلحة الأمريكية، فيما يدرس مشرعون أمريكيون تقديم تمويل إضافي لمنظومة الدرع الصاروخية في إسرائيل بمبلغ 225 مليون دولار. وفي نيويورك وخلال جلسة خاصة لمجلس الأمن، أعلنت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس أن أكثر من 80% من سكان غزة لا تصلهم مساعدات، لافتة إلى أن انعدام الأمن يعرقل جهود الإغاثة الإنسانية. في هذه الأثناء ينتظر وصول وفد فلسطيني مشترك إلى القاهرة للبحث في ظروف التهدئة بعدما كان وفد إسرائيلي قد زار أمس القاهرة
للغاية عينها. لا مكان آمنا في غزة، هذا ما نبهت إليه نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس، التي حذرت خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن من انعدام الأمن في القطاع، حيث أن أكثر من 80% من سكانه لا تصلهم المساعدات الإنسانية، عوضا عن 24 منشأة طبية وآلاف المنازل التي تعرضت للتدمير، فيما يغرق القطاع بالظلام من دون كهرباء. آموس كذلك شددت على الأطراف المتصارعة ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية ومحاسبة كل طرف لم يلتزم بالمعايير الدولية، في وقت أكد المفوض العام للأنروا اللا مبرر لهجمات إسرائيل على مراكز الأنروا في غزة، كما شدد على ضرورة وضع حد لحصار القطاع، وهو ما طلب به مندوب إسبانيا خلال الجلسة. من جهته طالب مندوب فلسطين في المنظمة الأممية رياض منصور بمحاسبة الاحتلال على جرائم الإبادة التي يرتكبها في حق المدنيين، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي أخفق في مساعدة سكان القطاع، وسكانه يشعرون أنهم فقدوا ثقتهم في المجتمع الدولي. وعلى خط الجهود للتوصل إلى هدنة، من المقرر أن يصل وفد فلسطيني مشترك إلى القاهرة للبحث في سبل تلبية المطالب الفلسطينية، ولا سيما بعد الحديث عن إمكان تعديل المبادرة المصرية. وكانت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي أعربت عن قلقها من تزايد العنف في غزة، مشيرة إلى أن عدد الفلسطينيين الذين نزحوا من منازلهم تجاوز 250,000، من بينهم 200,000 يعيشون في ملاجئ الأنروا التي لم تعد آمنة لهم. أما الخارجية الروسية فقد دعت إلى التوصل لهدنة إنسانية فورية في القطاع، ودانت بقوة قصف الاحتلال للمدارس التابعة للأمم المتحدة هناك. شكلت سلسلة الرتب والرواتب محور اتصالات واجتماعات بين القوى السياسية وهيئة التنسيق النقابية. وعقب اجتماع في وزارة التربية أكد الوزير الياس بوصعب أن الموضوع ما زال حتى اللحظة موضع مناقشة، في حين أكدت هيئة التنسيق الإضراب الأربعاء المقبل. تقرير منير الربيع. لا يزال موضوع سلسلة الرتب والرواتب محل تشاور بين هيئة التنسيق النقابية والقوى السياسية. اجتماع الهيئة إلى وزير التربية انتهى إلى إعلان بوصعب أنه ما زال على موقفه ولاءاته الثلاث، لا للإفادات ولا للتصحيح من دون الهيئة، كما لا لتضييع مستقبل الطلاب. وعليه أعطى هيئة التنسيق مهلة أيام للتفكير فيما يمكن فعله على هذا الصعيد. كنت بتأمل أنه اليوم يكون عندنا حلول إيجابية مثل الحلول اللي صارت للجامعة اللبنانية بالأسبوع الماضي، ولكن للأسف موضوع السلسلة بعد لهاللحظة عم يتناقش فيه. موضوع السلسلة موضوع أساسي جدي عم ينحكى فيه بأعلى المستويات، وهو اليوم عائق قدام أي قرار ممكن تاخده هيئة التنسيق لتصحيح الامتحانات. هيئة التنسيق النقابية بدورها أكدت تمسكها بمواقفها، معلنة عن خطوات تصعيدية. بالحقيقة ما استلمنا كهيئة تنسيق نقابية ولا أي رد له علاقة بمطالب هيئة التنسيق النقابية. عن أي سلسلة عم يحكوا؟ ما في جواب. شو هالاقتراحات اللي عم يتداولوا فيها؟ ما في أي جواب، إلا اللي عم نسمعه عن طريق وسائل الإعلام واللي عم ينشر بالجرايد. احنا رايحين على أضراب بالقطاع العام بستة آب، على اعتصام بالقطاع العام بستة آب الساعة 11 بساحة رياض الصلح. ليش رجعنا على مقاطعة الامتحانات؟ لأنه وعدونا السياسيين أنه نحن وعم نعمل امتحانات خلال أسبوعين هني بيحلوا موضوع السلسلة. سياسيين بيتحملوا مسؤولية المأزق اللي وصل له 100,000 طالب بالبلد، مش نحن. هذا وترفض هيئة التنسيق أي مس بالحقوق، وهي ترفض أي تخفيض من حقوق المعلمين والموظفين، إضافة إلى رفضها لأي زيادة على الضريبة على القيمة المضافة. طمأنت المؤسسة العامة للإسكان المواطنين إلى استمرار منح القروض لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، والتقرير لمحاسن مرسل حلبي. لا أزمة مالية لدى المؤسسة العامة للإسكان، وهي تطمئن المواطنين بمواظبتها على تقديم القروض السكنية كالمعتاد بالتعاون مع جميع المصارف التي التزمت بروتوكول التعاون القائم بينها بكامل شروطه التفضيلية وبرعاية مصرف لبنان. نحن بالنهاية عندنا موازنة بتنرصد لنا كل سنة من مالية الدولة،
نحن بنقدم موازنة مثل كل وزارات الدولة. بده يكون سمعوا انه اليوم في تعسر ببعض المطارح، فكر انه هيدي كمان بتلزم المؤسسة العامة للإسكان انه ما رح نقدر ندفع المتوجب علينا، عملوا هالأزمة انحلت، والإثبات على ذلك هو بيان اللي طلع اليوم من وزارة المالية. نحن تبلغناه جمعة الماضية والوزارة المالية اليوم أعلنته رسميا أنه أمنوا لنا سلفة خزينة اللي هي بتغطي جزء كتير كبير من الأموال اللي عايزينها، بيبقى في قسم تاني من هلأ لآخر السنة بيأمنوا لنا إياه. بعتقد الحرب عليها هي لأنها الأنجح، وهي لأنها نجحت بهالبروتوكول التعاون، ونجحت بهال التعامل بين القطاع الخاص والقطاع العام. هذا وتؤمن المؤسسة العامة للإسكان سنويا نحو 6500 وحدة سكنية. هذا الرقم هو بشكل تقريبا 50% إذا مش أكثر من قطاع العقاري بلبنان. يعني هذه المؤسسة العامة للإسكان هي من أهم المؤسسات، من أبرز المؤسسات اللي موجودة بالبلد اللي مهدية الاقتصاد اللبناني. المؤسسة العامة للإسكان هي بمثابة الملجأ لذوي الدخل المحدود للقروض السكنية، فمن له المصلحة بشن الحرب عليها؟ بإعاز من الرئيس سعد الحريري، أطلق إعلام المستقبل مبادرة إعلامية تضامنية مع مسيحيي الموصل من خلال توجيه الدعوة إلى كافة وسائل الإعلام للاجتماع الاثنين المقبل لبحث كيفية تظهير موقف يرفض التطور التطرف ويدعو للوقوف في جبهة واحدة ضده تحت لواء العيش المشترك والقسم بأن نبقى موحدين مسلمين ومسيحيين. تقرير ربيع شنطف. بعد تضامن الإعلام اللبناني مع أهالي غزة من خلال تقديم نشرة إخبارية موحدة عن فلسطين، مبادرة إعلامية تضامنية جديدة أطلقها إعلام المستقبل بإعاز من الرئيس سعد الحريري لتظهير موقف موحد إزاء ما يتعرض له المسيحيون في الموصل. هذه المبادرة تحدث عنها مدير عام تلفزيون المستقبل رمزي جبيلي، الذي لفت إلى أن الدعوة وجهت إلى وسائل الإعلام لعقد اجتماع عند الثالثة من بعد ظهر الاثنين المقبل في مبنى تلفزيون المستقبل للتداول في أفكار حول كيفية تظهير رفض ظاهرة التطرف في الموصل كما في أي بقعة في المنطقة. وأشار جبيلي إلى أنه تلقى تأكيدا مبدئيا من الوسائل الإعلامية كافة للمشاركة في اللقاء، معربا عن تفاؤله بأن يخرج بالنتائج المتوخاة منه. هذه المبادرة جاءت لتؤكد على خط الاعتدال الذي ينتهجه الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل، ليس فقط على المستوى اللبناني حتى على المستوى العربي، ورفض كل دعوات التطرف والمغالاة ومحاولات استغلال الدين لأهداف سياسية أو لغايات غير دينية. الدين الإسلامي هو دين اعتدال ودين تسامح ومحبة، يعني والدين الإسلامي اعترف بكل الديانات السماوية الأخرى، وبالتالي دعا إلى التعايش بين أتباع هذه الديانات، وهذا ما حصل على مدى 1400 سنة. الإعلام هو الذي سيظهر هذه الدعوات للاعتدال والتسامح والحفاظ على العيش المشترك. ولا ننسى أن الآية الأولى التي نزلت على الرسول العربي الكريم صلى الله عليه وسلم كانت اقرأ، وبالتالي الإعلام هو وسيلة التخاطب مع الأمم والشعوب. وبهذه المبادرة وبعد تبنيها من الجميع، يثبت الإعلام اللبناني مجددا أنه رسالة تعايش وصاحب مبادئ وقضايا حرة. أطلع وزير الخارجية جبران باسيل وفدا من أهالي ضحايا الطائرة الجزائرية المنكوبة على آخر نتائج التحقيقات الجارية، موضحا أن عملية البحث لا تزال صعبة وأن سوء الأحوال الجوية هو السبب الأول لسقوط الطائرة. في الوقت الذي تتواصل فيه عملية انتشال جثث وأشلاء ضحايا الطائرة الجزائرية المنكوبة وتحليل الصندوقين الأسودين في فرنسا، التقى وزير الخارجية جبران باسيل وفدا من أهالي الضحايا بحضور المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود وخبير في الطيران المدني. وقد جرى إطلاع أهالي الضحايا على التحقيقات الجارية بشأن ظروف سقوط الطائرة وعملية البحث عن الجثث والأشلاء ومطابقتها مع عينات الدي ان اي. لحد اليوم نحن ما في عنا عقبات إجرائية أو قانونية أو قضائية أو تقنية بالمتابعة، إنما في حادثة هي بطبيعتها كتير صعبة وعملية البحث صعبة
طبيعة وقوع الطائرة عن الارتفاع اللي كانت عليه بيخلي انه الاشلاء البحث عنها كتير صعب، وعملية المطابقة لها مع النتائج الدي ان اي اللي عنا اياها عملية تستغرق وقت. واجب الدولة اللبنانية تجاه ضحاياها هي اولا ان تعمل لهم الحداد اللازم الوطني بسبب اتصال صار من قائد الطيارة بتغيير مساره انه كان عم بيواجه يعني احوال جوية مش الوزير باسيل لفت إلى أن هذه الكارثة يجب أن تكون عبر الدولة اللبنانية لتسيير رحلات من الشركة الوطنية باتجاه إفريقيا. أهالي الضحايا من جهتهم وجهوا نداء للدولة بإقامة خلية طوارئ لحوادث مماثلة. هاي النكبة بدنا ناخذ منها عبرة للمستقبل. أقل طلب من دولتنا اللبنانية هو اليوم خلية طوارئ. خلية طوارئ تهتم بالحادث وقت اللي بيحصل على القليل لحتى ما نحس حالنا نحن، وقت اللي بنكون عم ندور على خبر نكون عرضة نحن انه هذا الخبر يضيعنا بمتاهات بغنى عنها. من جهة اخرى افادت معلومات ان لبنان سيوفد الخبير في الدي ان اي البروفيسور فؤاد ايوب الى فرنسا للمشاركة في انجاز عملية فحوص الحمض النووي. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. مواجهات طاحنة في جوبر بدمشق والثوار على تخوم ساحة العباسيين. واشتباكات عنيفة وقصف في العاصمة الليبية طرابلس للسيطرة على المطار. المسائية مستمرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أخبار. العدوان الإسرائيلي مستمر على غزة والمحصلة 1405 شهداء. معلومات عن بوادر إيجابية بشأن سلسلة الرتب والرواتب. والمؤسسة العامة للإسكان تطمئن إلى استمرار عملها. في سوريا قتل عدد من مقاتلي حزب الله في جرود القلمون بريف دمشق في كمين نصبه مقاتلو الجيش الحر، فيما سقط عدد من الجرحى بسقوط براميل متفجرة على حي الشعار في حلب. وفي الجنوب قتل عدد من عناصر الأسد وجرح آخرون جراء استهداف عربة ذخيرة بريف القنيطرة، بينما قصف الثوار معاقل لقوات النظام في الحي الغربي من مدينة بصر الشام بريف درعا. تكبدت قوات النظام السوري خسائر إضافية في معارك على أكثر من جبهة بخاصة في ريف دمشق، كما قتل عدد من عناصر حزب الله في جرود القلمون عقب كمين نصبه الجيش الحر، فيما سيطر الثوار على مواقع لقوات النظام في محيط بلدة فليطة بالقلمون وقتلوا 8 عناصر. في العاصمة وصلت الاشتباكات إلى حدود الجهة الغربية لحي جوبر في اتجاه ساحة العباسيين، حيث تمكن الثوار من تدمير دبابة لقوات النظام وقتلوا طاقمها قرب حاجز العباسيين. وفي حلب سقط عدد من القتلى والجرحى بعد استهداف حي الشعار، وطاول القصف أيضا بلدة حيان بالريف، فيما قتل ما لا يقل عن 50 مقاتلا كرديا ومن تنظيم داعش في معارك بريف حلب. على صعيد موازن شن الطيران الحربي غارات جوية على مدينة كفر زيتا ومنطقة الزوار بريف حما، وقصف بالمدفعية ظهر الشيحة بالبراميل المتفجرة بلدة خطاب بالريف الشمالي لحما، مما أدى إلى حصول دمار في منازل المدنيين. في الجنوب السوري قتل عدد من عناصر الأسد وجرح آخرون جراء استهداف عربة ذخيرة قرب سارية خميسة بريف القنيطرة، بينما قصف الثوار معاقل لقوات النظام في الحي الغربي في مدينة بصر الشام بريف درعا بقذائف الهاون، كما سقط عدد من القتلى والجرحى أثر إلقاء براميل متفجرة على بلدة داعل. استأنفت الكتائب الليبية المتنازعة القتال والقصف العنيف في جنوب العاصمة طرابلس سعيا للسيطرة على المطار الرئيس في المدينة، مما خلف مئات القتلى والجرحى. وفي مدينة بني غازي شرق البلاد ترددت أصداء انفجارات القذائف المدفعية والمدافع المضادة للطائرات، على الرغم من موافقة الفصائل على هدنة تسمح لرجال الإطفاء بإخماد حريق اندلع في أحد مخازن الوقود.
التدهور الأمني واتساع رقعة المعارك يدفع بليبيا إلى الغرق في الفوضى أكثر فأكثر، فقد جددت القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر قصفها مجموعات مسلحة سيطرت على معسكر الصاعقة والقوات الخاصة الأهم في مدينة بنغازي. وذكرت مصادر أن وحدات الجيش التابعة لحفتر جددت قصف كتيبة 17 فبراير ومعاقل أخرى لجماعة أنصار الشريعة في بنغازي، كما سيطرت على مديرية الأمن. إلى ذلك قتل شخص وجرح اثنين آخرين في اشتباكات بين متظاهرين ومسلحي جماعة أنصار الشريعة في مسيرة احتجاجا على سيطرة جماعات إسلامية مسلحة على المعسكر الرئيسي لقوات الصاعقة والخاصة لتضع يدها بشكل كبير على المدينة. من جهة أخرى قرر البرلمان الليبي الجديد عقد جلسة طارئة لبحث الوضع الخطير في البلاد، بينما وافقت الأطراف المتناحرة في العاصمة طرابلس على هدنة مؤقتة للسماح لرجال الإطفاء بالسيطرة على الحريق في خزانات الوقود القريبة من المطار. كما تم انتشال عشرات الجثث في معسكر تابع لقوات حفتر استولت عليه ميليشيات مسلحة معارضة له في المدينة. وفيما دعت بلدان أوروبية رعاياها إلى تجنب السفر إلى ليبيا، وأجلت الصين بعض مئات من العمال بحرا إلى مالطا، أعلنت تونس أنها لن تستطيع استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين الليبيين الهاربين من المعارك في بلادهم، وأنها قد تغلق الحدود البرية مع ليبيا إن اقتضت المصلحة الوطنية ذلك. انطلقت انتخابات رئاسة التركية بالنسبة للأتراك المقيمين في الخارج في عدد من الدول، وتستمر حتى 3 من آب المقبل. يذكر أن انتخابات الرئاسة المقبلة هي الأولى ينتخب الشعب التركي فيها رئيس الجمهورية وفق التعديلات الدستورية لعام 2010، بعدما كان البرلمان التركي هو من يختار رئيس البلاد. ويتنافس في هذه الانتخابات 3 مرشحين هم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأكمل الدين إحسان أوغلو المرشح التوافقي لعدد من أحزاب المعارضة أبرزها الشعب الجمهوري والحركة القومية أكبر حزبين معارضين، ومرشح حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين بمرتاش. أسف العاهل المغربي الملك محمد السادس لحدة الفوارق الاجتماعية بين مواطنيه، على الرغم من التقدم الكبير الذي شهدته المملكة، متعهدا السعي إلى تعميم استفادة جميع المغاربة من ثروات وطنهم. الملك وفي خطاب ألقاه في الذكرى 15 لاعتلائه العرش أوضح أن هذه المناسبة تشكل فرصة من أجل وقفة تأمل وتساؤل مع الذات بكل صراحة وصدق وموضوعية بشأن ما طبع المسيرة من إيجابيات وسلبيات. وأضاف العاهل المغربي أن المغرب عرف تطورا ملموسا، لكن الواقع يؤكد أن هذه الثروة لا يستفيد منها جميع المواطنين، ملاحظا بعض مظاهر الفقر والهشاشة وحدة الفوارق الاجتماعية بين المغاربة. وافق المجلس النيابي الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريين على ملاحقة الرئيس باراك أوباما قضائيا بتهمة تجاوز حدود السلطة. وصوت المجلس بغالبية 225 نائبا مقابل 201 إلى جانب قرار يجيز لرئيسه جون باينر البدء بملاحقة الرئيس قضائيا بتهمة تجاوز سلطته الدستورية بعدم التزامه بالكامل بنصوص قانون الإصلاح النظام الصحي أوباما كير في 2010. ويمثل هذا الإجراء الوجه القضائي للاتهام السياسي الذي يوجهه جمهوريون للرئيس منذ أعوام، والذي زادت حدته قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني المقبل، ومفادها أن أوباما تحول إلى حاكم مطلق الصلاحيات يحكم بمراسيم ويفسر القوانين على هواه. علق الجيش الأوكراني هجومه ضد الانفصاليين الموالين لروسيا شرق البلاد يوما واحدا بناء على طلب لصالح عدم قبول استقالة رئيس الحكومة الذي تقدم باستقالته بعدما انسحب حزبان من الائتلاف الحاكم. كما رفض البرلمان تمرير قوانين اعتبر أنها
لازمة لتمويل الحرب التي تخوضها كييف ضد الانفصاليين الموالين لروسيا. أعلن رئيس سيراليون حالة طوارئ في البلاد على خلفية انتشار حمى إيبولا القاتلة، فيما أعلنت ليبيريا إجراءات اضطرارية بهدف محاصرته. وبحسب مصادر طبية فإن كبير أطباء سيراليون في مجال مكافحة هذا المرض توفي متأثرا بالفيروس. السلطات فرضت حظرا صحيا في أنحاء عدة من البلاد وأغلقت المدارس ومنحت إجازات لموظفي المؤسسات الحكومية في وقت تقدمت إلى المجتمع الدولي بطلب للحصول على معونة صحية. هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن محصلة وباء فيروس إيبولا في أفريقيا الغربية تزداد تفاقما، وقد سجل ما يفوق 1300 إصابة منها 700 وفاة. وفيروس الإيبولا شديد العدوى يعاني المصابون به من القيء والإسهال بالإضافة إلى النزيف الداخلي والخارجي، ويقتل 90 ممن انتقل إليهم الفيروس. أبهر فيل أفريقي السياح في حديقة للحيوانات بقدرته الفائقة على التحكم بالفرشاة والألوان ليرسم لوحات بإتقان لافت. ففي حديقة بمدينة توليدو بولاية أوهايو الأمريكية يؤمل عبر اللوحة الفنية التي رسمها الفيل بكل تفاصيلها بخرطومه أمام الملأ أن تسهم مباشرة في وضع حد لبيع عاج الفيل من خلال الحملة التي أنشأتها جمعية الحفاظ على الحياة البرية في نيويورك. إذن في النشرة بعد الفاصل، اغتيال قنصل لبنان الفخري في بناء أسعد الشاغوري. وفي الرياضة، زوجة مايكل شوماخر تعرض طائرته الخاصة للبيع. أهلا بكم من جديد. استنكر اللقاء الروحي التشاوري في مطرانية جبيل المارونية الأحداث في كل من غزة والموصل وسوريا. استنكارا لما يجري في غزة والموصل وسوريا، عقد اللقاء التشاوري للمرجعيات الدينية المسيحية والإسلامية اجتماعا في مطرانية جبيل المارونية، جرى خلاله مناقشة الأحداث الخطيرة التي تحصل في هذه البلدان والصمت العالمي إزاءه. المجتمعون أصدروا بيانا شددوا فيه على أهمية التعايش الإسلامي المسيحي في هذه المنطقة وضرورة الحفاظ عليه وعلى تكريس التعدد وحماية الكرامة الإنسانية، مؤكدين أن هذه التجربة هي العمود الفقري لمواجهة البربرية الوافدة إلى المنطقة والتي لا تمت بصلة إلى التاريخ والحضارة التي بناها المسلمون والمسيحيون معا. لأن قوة لبنان تقوم على تضامنه عندما نعلي الصوت مسيحيين ومسلمين لنرفض ولنقول بأن ما يجري هو ليس فقط ضد المسيحيين ولكن ضد الإنسانية، ضد المسلمين، لأننا ننادي بالديانات السماوية التي تتلاقى. نعرب مسيحيين ومسلمين ونعبر عن استنكارنا لما يجري في الموصل وسوريا في حق الأبرياء وخصوصا المسيحيين منهم، والتعدي على الأعراض والحرمات والمقامات الدينية. لذا ندعو إلى كسر جدار الصمت والتخلي عن المواقف الخجولة والشروع بحركة استنكار واسعة تتضامن فيها المسيحية والإسلام لصون وجه الشرق الحقيقي والذود عن حقيقة القدس وأرض فلسطين. المجتمعون دعوا أيضا إلى تكوين قوة ضغط من قبل المرجعيات الدينية والسعي لتشكيل وفد يحمل إلى الدول المؤثرة تمسكه بصورة العيش مع المسلمين ومسيحيين، ويطالب الدول الكبرى بإيجاد حل سياسي يضمن بقاء المسيحيين والأقليات في أوطانهم بدل تسهيل انتقالهم إلى دول أخرى. وفي المعراب، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن داعش تنظيم ظلمي إرهابي مجرم، وفي حال استمر سيقضي على الإسلام والمسيحية وعلى الشرق الأوسط.
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن داعش هي تنظيم إرهابي بكل ما للكلمة من معنى، موضحا بأن استمرارها سيقضي على الإسلام والمسيحية وعلى الشرق الأوسط. جعجع أدان خلال استقباله وفدا من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ما يحصل في قطاع غزة والموصل، داعيا القوى السياسية في المنطقة إلى العمل من أجل إيقاف الحرب في غزة ومواجهة ظاهرة داعش. اللي صار وعم بصير بالموصل غير مقبول، شو ما كانت التعابير، يعني بجرب لقي تعابير تقوصه فيها صراحة ما بلاقي، لأنه مش إنه اللي عم بصير ما قبل الإسلام ولا حتى ما قبل الجاهلية، اللي عم بصير يمكن وصف الوحيد اللي فيني أوصفه إياه إنه ما قبل التاريخ. الوضع منه مقبول، داعش تنظيم إرهابي بكل معنى الكلمة، تنظيم ظلامي، حين الوقت على أنه تجتمع الجامعة العربية على مستوى الرؤساء والملوك، تستجمع كل إمكانياتها السياسية، كل تقلب العالم إمكانياتها العملية، وتشوف شو بدها تأخذ خطوات لإيقاف الحرب الدائرة في غزة بالوقت الحاضر. جعجع أشار إلى أن الفراغ على مستوى الرئاسة الأولى غير مقبول، ولم يعد مهزل فقط بل أصبح مأساة كاملة. اغتال مشهولون في جمهورية التوغو قنصل لبنان الفخري في جمهورية بنان أسعد الشغوري. وبحسب المعلومات الأولية فإن عملية الاغتيال حصلت في اللومي المجاورة لكوتونو بعد توقف سائق الشغوري عند إشارة المرور، حيث فتح مسلحون النار مباشرة عليهما مما أدى إلى وفاة الشغوري على الفور وإصابة سائقه في خاصرته. وزارة الخارجية والمغتربين شرحت في بيان تفاصيل الحادثة مشيرة إلى أن الشغوري كان في طريقه من كوتونو إلى منزله الكائن في توغو، حيث كان من المقرر أن يفتتح مشروعه التجاري الجديد لاروش لأدوات البناء والتعهدات. ولدى توقفه على إحدى إشارات الحمراء أو لإشارات الحمراء عفوا، انهالت عليه رصاصات عشواء من 5 سيارات مسلحة كانت تتبعه، وعلى الفور بدأ التحقيق بالحادثة وجرى الاتصال بشقيق المغدور جوزيف الشغوري لإبلاغه بحيثيات الجريمة. وهو لفت إلى أن عملية القتل تمت بدافع السرقة بانتظار التحقيقات الكاملة. وأشارت الوزارة إلى أن جثة القنصل المغدور ستصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي مساء الجمعة. شيع حزب الله في بلدة مشغرة البقاعية أحد كبار قادته الميدانيين إبراهيم محمود الحاج المعروف بالحاج أبو محمد سلمان، وكان الحاج قد قتل في تل عفر في العراق وفق ما ذكرت مصادر عدة. وأفيد أنه كان قائد العمليات الميدانية في عيت الشعب أثناء حرب تموز 2006، وترددت معلومات عن كونه قائد المجموعة التي نفذت عملية أسر الجنديين الإسرائيليين حينها. وكان لافتا مشاركة كبار المسؤولين في حزب الله في التشيع، وقد تقدم الموكب رئيس كتلة نواب الحزب محمد رعد، وزير الصناعة حسين الحاج حسن، ونائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قوق. أوقف الجيش اللبناني ليلة أمس 6 سوريين في عرسال، بينهم 4 أوقفوا عند حاجز وادي عين عطا و2 عند حاجز عين الشعب للاشتباه بانتباههم إلى مجموعات مسلحة، وقد سلموا إلى الشرطة العسكرية لإجراء المقتضى. من جهة أخرى، أعلن الجيش اللبناني أنه تسلم المواطن إسماعيل خليل نبعة الذي يعمل في رعي الماشية بعدما اختطف أمس الأول من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد اتصالات جرت بين الجيش وقوات اليونيفيل، موضحا أن نبعة سلم إلى مديرية المخابرات في رأس النقورة بواسطة القوات الدولية. انتقد رئيس حزب الانتماء اللبناني أحمد الأسعد ما سماه ظاهرة المتأسلمين، ودعا رجال الدين المسلمين إلى الدفاع عن وجود المسيحيين عبر التصدي لهؤلاء. لو ما كان في عنا بلبنان مسيحيين كنا صرنا مثل كل الدول العربية، وأكثر من هيك كان صار لبنان على أيام الاستقلال انضم لسوريا، وبالتالي كان عانى الشعب اللبناني نفس المعاناة اللي عم يعانيها الشعب السوري من عشرات السنين. بالتالي اليوم المسلمين لازم يتمسكوا بوجود المسيحيين بالشرق أكثر من المسيحيين أنفسهم. استنكارا للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واستهداف المؤسسات الإعلامية، نفذ الجسم الإعلامي في مدينة صيدا ومخيماتها وقفة تضامنية مع زملائهم في قطاع غزة.
بدعوة من حركة حماس، نفذ الجسم الإعلامي في مدينة صيدا ومخيماتها وقفة تضامنية مع زملائهم الإعلاميين في قطاع غزة الذين سقط منهم شهداء وجرحى، بمشاركة القوى الفلسطينية وحشد من الإعلاميين والصحفيين اللبنانيين والفلسطينيين. الاعتصام تخللته كلمات استنكار لجرائم العدو الإسرائيلي وكسره كل الأعراف والقوانين الدولية باستهدافه المراكز الدينية والصحية ولا سيما المؤسسات الإعلامية. إن جيش العدو تجاوز بتصعيده بتصعيد استهدافه للصحفيين كل الخطوط الحمراء وحطم كل القوانين والأعراف الدولية. لذلك نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتهم والخروج عن صمتهم المخزي اتجاه استهداف وقصف وقتل الصحفيين والإعلاميين. ندعو كل الاتحادات العربية والإسلامية والدولية الصحفية والإعلامية إلى التحرك للدفاع عن صحفييها وعن الإعلاميين وعن الكلمة الحرة، وإلى التقدم من كل المحافل الدولية من أجل محاكمة ومحاسبة هذا العدو. الإعلاميون وضعوا آلات التصوير العائدة إليهم أرضا في تعبير رمزي عن تضامنهم مع زملائهم الإعلاميين في قطاع غزة واستنكارا لاستهدافهم. التقت رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة هي الحريري في مكتبها في بيروت سفيرة سويسرا في لبنان روس فلينت، وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وللوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، كما تناول البحث العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك لا سيما في مجالات التربية والثقافة. افتتاح مهرجانات بعلبك بحفلة غنائية مسرحية للفنان عاصي الحلاني مع جمهور كبير حضر من مختلف المناطق اللبنانية. مدرجات معبد باخوس في قلعة بعلبك الأثرية امتلأت بالجمهور. على العتابة والمجانة اللبنانية رقصوا فرحا على صوت ابن مدينة الشمس عاصي الحلاني الذي افتتح مهرجانات بعلبك الدولية بالحفل الغنائي الممسرح عاصي الحلم بحضور عدد من الوزراء والنواب وشخصيات اجتماعية وإعلامية ومحبي التراث اللبناني. لأعمدة بعلبك كانت التحية بعد أن غابت عنها المهرجانات السنة الماضية نتيجة الظروف الأمنية. عجينا يا بعلبك بعد طول سنين، نرجع ليالي الفرح ونرد ماضيكي. أما الجمهور المتمسك بالأمل والحياة فحضر من مختلف المناطق اللبنانية. اليوم عم نشوف الأمن موجود وعم نشوف الفن والحضارة موجودة، وبنفس الوقت كمان أكيد يعني اللي هيجسنا هو اللي عم بيصير بالمنطقة من ظلم من ظلام من عنف وغيره، اللي نحن علينا نتحرك نتجند لنمنع أنه يصيب لبنان ونضل على مشروع الحياة ومشروع الحضارة اللبنانية والرسالة اللبنانية. طبعا يعيدوا مهرجانات بعلبك لهي المدينة ويقبلوا هذا التحدي لإنجاح المهرجانات بوقت كنا طامحين واعتقادا منا وإيمانا منا بممارسة ثقافة الحياة يجب أن نستمر بهذه السياسة. كتير رايقة وكل شيء منظم وكل شيء كتير مرتب. الطرقات كانت كتير منيحة والأمل مستتب والجيش وين ما كان، هذا الشيء اللي شجعنا. ما فينا ننكر أنه مهرجانات بعلبك إلى رمز معين باللبنان وبالخارج وإلى تاريخ، وهيدا في التزام من مهرجانات بعلبك على انه يتم المهرجان ببعلبك. حلو كله بعقد كأنه مع لبنان بألف خير عن جد. وتخللت العرض 22 لوحة راقصة تعبيرية وإيمائية ولوحات دبكة تراثية. رشا، نصل الآن إلى الفقرة الاقتصادية مع ريما نجار على أن نكون بعدها مع النشرة الرياضية مع صبحي قبلاوي. بونسوار.
نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من دبي مع مطور العقارات الفاخرة دمك يلي عم بيقدم للمستثمرين خيار تحويل إيصالات الإيداع العالمية أو Global Depository Receipts GDR المدرجة بلندن لأسهم عادية مدرجة بسوق دبي المالي. أعلنت شركة دمك أنه مهلة هالعرض ممتد لغاية 2 أيلول من السنة مع عدم إدراج أي أسهم جديدة. أما المستثمرين اللي بيقرروا عدم الاستفادة من العرض رح يبقوا حاملين GDR الخاصة فيهم ويلي رح تبقى قيد التداول ببورصة لندن. بحب أذكر أنه هالعرض القائم رح بيكون دافع جديد لسوق دبي المالي. ومننتقل للأرجنتين يلي شكلت اليوم الخبر الاقتصادي الأبرز مع تخلفها عن التسديد للمرة الثانية ب 13 سنة بعد فشل المسؤولين بالتوصل لاتفاق مع حاملي السندات. فبعد الفشل بالتواصل لاتفاق مساء نهار الأربعاء اعتبرت ستاندرد أند بورز أنه البلاد عم بتقوم بالتقصير ببعض الالتزامات. هل تغيير بالتصنيف الائتماني يمكن يرفع تكاليف الاقتراض بالأرجنتين ويوضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد المتعثر حاليا بالبلاد؟ سبب هالأزمة هي معركة قانونية مع مجموعة صغيرة من الدائنين الرافضين لأي نوع من التسوية وطالبت بدفع نحو 1.5 مليار دولار كفوائد على دين متعثر بقيمة 30 مليار دولار. المشكلة الأساسية للأرجنتين هي إيجاد حلول سريعة لإعادة جدولة أو تسوية لقسم من الديون الخارجية اللي بتبلغ 200 مليار دولار. ومننهي مع سوني اللي أعلنت عن أرباح أفضل من المتوقع نتيجة مبيعات قوية لـ PS4 أو PlayStation 4. وبالأرقام بلغت الأرباح الصافية 250 مليون دولار بالأشهر الثلاثة المنتهية بـ 30 حزيران، ارتفاع ملحوظ مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. هيدا كان كل شيء لليوم، شوفكم بكرة. مساء الخير. حقق فريق ليفربول الانجليزي فوزه الثاني بكاس الابطال الدوليه الوديه بالفوتبول بتغلبه على مواطنه فريق مانشستر سيتي بركلات الترجيح 3-1 بعد ما تعادل الفريقين 2-2 بالوقت الاصلي على ملعب يانكي ستاديوم بنيويورك. وكان فريق ليفربول بدا مشواره بمنافسات المجموعه الثانيه بفوزه على اولمبياكوس اليوناني، ورح تكون المباراه الاخيره لليفربول باثنين اب القادم بمواجهة اي سي ميلان الايطالي على ملعب بانك اوف امريكا ستاديوم، بينما رح يلعب مانشستر سيتي الانجليزي بمواجهة اولمبياكوس اليوناني على ملعب تي سي اف ستاديوم بمينيسوتا. ومنتابع مع كرة القدم، حيث نفى اسطورة الفوتبول البرازيلي رونالدينيو نيته اعتزال لعب كرة القدم، واكد انه رح يعلن عن وجهته الجديد الاسبوع المقبل بعد ما قرر ترك فريق اتلتيكو البرازيلي. وودع رونالدينيو صاحب ال 34 سنة جماهير اتلتيكو خلال مؤتمر صحفي بعد 3 مواسم اضاها مع الفريق، واشار اللاعب المخضرم الى انه بيتلقى العديد من العروض حاليا، وانه هاتف شقيقه ووكيل اعماله روبرتو دي اسيس لا يتوقف عن الرنين. ومن الممكن انتقال النجم البرازيلي الى احد الدول العربيه، خصوصا انه التقارير الصحفيه عم تتحدث عن عروض من بعض الانديه القطريه. وكمان بالنجوم البرازيليين، طمأن النجم البرازيلي نيمار جماهير نادي برشلونة الإسباني حول وضع إصابته خلال جولته باليابان من أجل توقيع عقد رعاية مع أحد الشركات التجارية. وما زال نيمار البالغ من العمر 22 عام عم يتعافى من الكسر يلي تعرض له بأحد فقرات ظهره خلال الدور ربع النهائي من البرازيل 2014 بالمباراة اللي جمعتهم بمواجهة كولومبيا، ولكن اللاعب طمأن جمهوره وقال: ظهري يتحسن وسأنضم إلى رفاقي في أقرب وقت ممكن. وكمان بالفوتبول، بدأت جولة بايرن ميونخ الألماني الصيفية لعام 2014 من ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث رح تستمر الجولة لمدة 9 أيام بتخللها 11 تمرين ومباراتين وديتين. النادي الألماني رح يخوض لقائه الأول الليلة أمام دوبورتيفو غوادالاخارا المكسيكي على ملعب ريد بول قبل ما يتوجه لبورتلاند ليلاقي نجوم الدوري الأمريكي بستي آب. الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ ذكر أنه بيبر غوارديولا المدرب الإسباني للفريق اصطحب معه 14 لاعب من الفريق الأول، ورح ينضم لهم 6 لاعبين من المنتخب الألماني وبالإضافة إلى آيرين روبن يلي رح يلتحق بالفريق ببورتلاند.
بخبر كان محل استغراب العديد من متابعي ومحبي الرياضة الميكانيكية، وبعد انتشار أخبار بالفترة الأخيرة عن بدء تحسن حالة مايكل شوماخر الصحية، ذكرت بعض الصحف الألمانية أن زوجة الأسطورة الألماني قررت بيع طائرته الخاصة لأنه لن يحتاج إليها خلال الفترة القادمة كما ذكرت. وقالت الصحيفة أن الطائرة اللي كان يستعملها شوماخر أثناء تنقله من بلد لآخر، ومن أهم الأسباب اللي دفعت الزوجة لعرضها للبيع، هي أن صيانتها وتكلفة بقائها بالمطار باهظة جدا. لذلك عرضتها الزوجة بمبلغ 20 مليون يورو، وهي سعر الحقيقي 25 مليون يورو. يذكر أن الطائرة من نوع فالكون 2000 إي أكس، وهي باللون الرمادي وبتحمل على ذيلها التوقيع الشخصي لمايكل شوماخر. وبالختام، وصل المنتخب الأمريكي لكرة السلة للاس فيغاس لأكيد التحضير للمشاركة ببطولة كأس العالم لكرة السلة اللي رح تقام بإسبانيا بنهاية آب ولغاية 14 أيلول القادم. المنتخب الأمريكي اللي بدأ بمعسكر رح يكون قصير جدا لخمسة أيام فقط، وعم بيخطط الكوتش كي الشهير للاعتماد على لاعبين إنديانا بيسرز وأوكلاهوما سيتي فانترز بول جورج وكيفن دوارنت. ومن نذكر أنه النجوم كيفن لوف وبليك جريفن ولاماركوس ألبريدج وليبراون جيمز وكريس بوش وكارميلو أنتوني ما رح يشاركوا مع المنتخب الأمريكي ببطولة العالم. هون نوصل لختام الرياضة لليلة، شكرا لكم وكل عام وانتم بخير، وعودة لعند منير. شكرا صبحي. والآن نصل إلى صفحة الأحوال الجوية. موسوار بكرة رح نعلن اسم الرابح بفقرة صورة وشمسية، وموضوعنا لشهر الجاي هو الصور اللي بتاخدوها من خارج لبنان، أكيد تكون صور سياحية. هلأ منروح على فقرة صورة وشمسية ومن صورة سالي ملحم نوصل على الدول العربية لنشوف كيف عم بيكون طقسها، ومنبلش بتونس 32 درجة، رباط 25، الجزائر 32، منكفي على بغداد 47 درجة، دمشق 37، القدس 32، عمان 35، والختام بيكون مع الكويت 46 درجة، أبو ظبي 41، دوحة 42، أما رياض عم توصل ل 38 درجة. هلا بنرجع على لبنان، الساحل اللبناني عم تتراوح الحراره فيه بين 24 و 32 درجه، بالجبل 28، اما بالداخل عم توصل لل 34 درجه، والرطوبه ما عم تتعدى ال 75% على السواحل. هلا بنروح على الخريطه اللبنانيه ومنبلش جولتنا بعكار 32 درجه، طرابلس 31، الارز 25، الكوره 30، الهرمل 31، القاعوه بعلبك 30 درجه، الرياق 29 درجه، جبيل 32، فريا 29، جونيا وبعبدا 33، وبيروت كمان 33 درجة والطقس صافي ومشمس، زحلة 35، شتورة 34، عنجر 33 درجة، مشغرة 31، جزين 29، رشية ومرجعيون 31، بنت جبيل 30، والختام بيكون مع صيدا سور وقانا 31 درجة. بكرة الجمعة طقسنا قليل الغيوم مع حرارة عم تتراوح بين ال 24 و 33، بالنسبة للسبت توصل حرارة ل 32 درجة، أما الأحد ترجع بتنخفض لل 31. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين ال 15 وال 25 درجة. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية، تصبحوا على ألف خير. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها من أخبار. العدوان الإسرائيلي على غزة مستمر والمحصلة 1405 شهداء، وآمس تؤكد أن أكثر من 80% من سكان القطاع لا تصلهم المساعدات. للأسف موضوع السلسلة بعد لهاللحظة عم يتناقش فيه. سلسلة الرتب والرواتب محور متابعة واجتماعات بين القوى والهيئات المعنية. انحلت، والإثبات على ذلك هو بيان اللي طلع اليوم من وزارة المالية. المؤسسة العامة للإسكان تطمئن إلى استمرار عملها وتؤكد وقوفها إلى جانب أصحاب الدخل المحدود والمتوسط. إلى هنا تنتهي هذه النشرة، من رشا ومني ومن صبحي ومن فريق الأخبار أطيب الأمنيات، وإلى اللقاء إن شاء الله. إلى اللقاء. اللبنانيون يحتاجون إلى خارطة طريق.